الاستاذ محمد امام والد نجمنا حازم امام على التليفون من بدري، والراجل بينام بدري. يا استاذ محمد مساء الفل. قاعد اتفرج علينا بقى. خير يا صبحي بيه، اخبارك؟ وحشنا كتير. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن محمد. تحياتي للاستاذ علي السيسي والاستاذ منتظر الرفاعي طبعا. اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. الله. بص احنا مش هنتكلم في تفاصيل كتير، بس انا عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله حازم الفتره الاخيره عامل مستوى عالي جدا فني وبدني، وهو النهارده في معسكر مباراه القمه وان شاء الله يكون موجود في ال أكيد. قول لي حازم، له طقوس معينة قبل ماتشات القمة؟ أنت طبعاً أنت والده من زمان زي ما قلت ريح. قول لي حازم بيتفائل بإيه وبيحب إيه قبل ماتشات القمة؟ والله مباراة القمة يعني تقريباً بينام بدري، بيفكر شوية كده إن دي برضه مباراة الناس كلها بتتفرج عليها. حضرتك. لكن هي برضو مباراة يعني زي أي مباراة ما بتاخدش من تفكيره كتير، يعني هي لغات المباراة وانتهى الموضوع على كده يعني. لكن الطقوس عادية جدا يعني. طب هو كلمك امبارح أو النهاردة في من المعسكر؟ لا، هو كل يوم الحمد لله بيكلمني، بيتمرن عادي والدنيا ماشية كويسة الحمد لله في نادي الزمالك وربنا يوفقهم. شفت صورة أنا لحفيدك بسم الله ما شاء الله وهو بيعمل تدريبات احماء مع الشيكابالا، مش كده؟ ايوه ابن حازم. ده ابن كابتن حازم. عموري مظبوط يا فندم. ايه هو لعيب كويس، هيطلع زي ابوه ولا هيطلع زي انا؟ لا والله ان شاء الله يبقى احسن من باباه ان شاء الله. كان ميلاد حازم امام في ماتش قمه لو كلنا نذكر يعني، وساعتها كان جيلبرتو احد اهم اللاعبين في جبل نصره. أيوة. في النادي الاهلي وعمل عليه جيم رائع. فرق السنين بقى دلوقتي بتشوفها ازاي؟ مرت عليك بسرعه السنين دي مع حازم. هو معانا عموري كمان في الشاشه اهو يا استاذ محمد. اكيد شايف عموري ولا لا؟ لا انا للاسف بره بشتري السحور يعني. متالق معانا اهو. ربنا يخليك. ربنا يخليك وان شاء الله نكلمك بعد الماتش ان شاء الله ونقول لك مبروك يا رب ان شاء الله. حبيبي يا استاذ محمد حبيبي، كل سنه وانت طيب. وانت طيب، متشكر جدا. ونتقابل على خير كده يا رب. ربنا يخليك. شكرا يا استاذ محمد.